كابتن ايهاب، محمد الشناوي بقى ومانويل نوير امبارح، شفت الجيم ده ازاي ما بين الشناوي وما بين نوير؟ طبعا مانويل نوير طبعا رقم واحد في العالم، احسن جون في العالم. الشناوي احسن جون في افريقيا، احسن جون في مصر طبعا. اتنين بيلعبوا ضد بعض، حاجه شيء رائع. انا كنت مبسوط جدا ان هما الاتنين بيلعبوا مع بعض. مانويل نوير ما ظهرش كتير في الكادر، يعني ما ظهرش كتير 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 في الجد. الشناوي تقريبا جات له حوالي بتاع 25 هجمه عليه تقريبا، يعني. الشناوي اتعامل مع كل اللعب، كل اللعب اللي اتلعب عليه بحرفيه شديده جدا، وكان متميز جدا. ايوه كعاداته يعني. بس انا ليا تحفظ على الجون الثاني، الهدف الثاني. اوكي الهدف الثاني، انا الشناوي، انا هتكلم ليه عليه، على الهدف الثاني، لان الشناوي مش دوت تصرفه في الجون الثاني. انا بتكلم من وجهه نظر ان انا مدرب حراس مرمى طبعا، انما الباكات والكلام ده كله شيء ثاني. الهدف الثاني لما الكره اتلعبت لساني، الكره بين خط ال 18 لجوه وبين الستة يارد. الشناوي فين موقعه من الـ من الـ من الموقف ده بالظبط؟ لازم يكون في التلت الاولاني جوه العارضه، جوه القائم، التلت الاولاني، عشان لما الكره تتلعب هياخد خطوه او خطوتين بالكتير جدا، لان الشناوي طويل، هياخد الكره سهله جدا، لان انا عارف الشناوي بيتحرك ازاي او بيتعامل ازاي. انما ان انا شفته امبارح، ده مش موقف الشناوي، او ده مش شغل الشناوي. ايوه انما خطا وارد طبعا، مفيش كلام، لازم الباكات طبعا تساعد، انما انا بتكلم على وقفه الشناوي من اول ما اتلعبت الكوره. بس صعبه قوي يا كابتن. هي صعبه، بس هو اللي صعبها يعني ليه يا كابتن اسلام؟ بس انا بشوفها صعبه جدا، صعبه جدا. ليه؟ لان انا كمان كباك رايت، خلي بالك وبرده خليك معانا يا كابتن سمير، انا كباك رايت بشوف ان هي اترفعت بطريقه صعبه جدا، يعني اساسا الكره نفسها ان هي تترفع بهذا الشكل. طبعا قدرات ده بيمينه، هو شو لعبه بيمينه، راحت قدرات غريبه جدا، يعني هي راحت غريبه برضه، يعني هي ما تمشيش كده ابدا، ما تمشيش كده. بس انا هقول لحضرتك يا كابتن اسلام، لو الشناوي واقف مظبوط هتبقى الموضوع سهل. ليه؟ لان هو كان لازم، احنا كان مدرب حراس مرمى او حارس المرمى بنقسم المرمى لثلاث اتلات. اوكي التلت الاولاني، الثاني، الثالث. تمام. الكره جت فين؟ جت في التلت الثالث، مش بره القائم، على العارضه البعيده لفاندوفسكي. جت فين بالظبط؟ جت فين؟ في التلت الاخراني من المرمى. الشناوي لو كان واقف في التلت الاولاني كانت سهله جدا، لان ده بيتمرن عليها، ده طبيعي جدا. بس صعب قوي، هي صعبه. انا عارف انها صعبه. انا اسف، يعني مش مقتنع بالكلام ده. ليه؟ لانه الكره يعني مجرد ان هي عدت الشناوي، حتى لو واقف تحتها، حتى لو واقف تحت ليفاندوفسكي هتخش جوه. ما احنا بنتكلم فيها يا كابتن سامي، هيحطها عكسه على الاقل. تمام، برافو عليك. لا صح، انت كلامك مظبوط جدا. بس انا بتكلم كمدرب ان انا بشتغل صح. انا اشتغل صح والتوفيق بتاع ربنا. أوكي. يعني لازم اشتغل صح. يعني مثلا في اللحظه دي الشناوي ايه اللي خلاه كمان صعبت عليه، ايه اللي خلاها صعبه عليه؟ ان هو الكره عند كابتن سمير كده، هو واقف كده بوشه، وده خطا كبير. المفروض ان هو يقف بميل بميل عشان ياخد الخطوات المقصيه، يطلع ياخد الكوره دي سهله. انما هي صعبه بالنسبه للموقف اللي هو كان واقف فيه الشناوي بالظبط. اوكي انما انا اقدر اقول الشناوي كده، لان انا مرنت الشناوي، وعارف طبعا عارف هو بيتحرك ازاي. انما هي صعوبتها في وقفتها من الاول. اوكي انما صعبه جدا الكوره، طبعا صعبه جدا. يعني انا بقول لك، انا باك رايت، انا باك رايت، يعني انا باك رايت بلعب بيميني يا كابتن سمير بالظبط. الكوره تجيلي كده ان انا الحقها قبل خط المرمى، صعب، وارفعها من فوق الشناوي، صعبه جدا، تنزل على دماغ يعني واقف لوحده، وعايزه قدرات طبعا، تغطيه برضو لازم، رقابه. لكن انا بتكلم على ان الاوفر نفسه صعب جدا، صعب جدا، صعب جدا. هي ساعدت، ومشيت كويس جدا. نعم. وتكنيكها حلو جدا، وماشيه مظبوط جدا. يعني ما... كل حاجه في الكوره كانت حلوه. بس انا بتكلم، انا كمدرب حراس مرمى لازم اعمل ايه؟ لازم تقول بس كده. انما الكوره صعبه، صعبه جدا. انما انا بتكلم لو الشناوي واقف في الحته دي ممكن يقدر يجيبها، ممكن، وممكن لا، مش عارف. انا بشوفها صعبه. يا ماشي، اوكي اوكي، طبعا انت ادرى. بس انا بقول لك، انا بشوفها اصعب. انا بشوفها يعني حتى ليفاندوفسكي لو واقف والكره جايه له والشناوي راح معاها، كانت واقف فاضي خالص. ده هو واقف فاضي خالص، وعملها يا دوبك وجهها، ما عملش حاجه.